بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن الباتش نورماليزيشن. هتكلم في البدايه عن الانبوت نورماليزيشن، بعد كده عن الباتش نورماليزيشن، بعد كده عن الباتش نورماليزيشن في البايتورتش. في البدايه احنا اتكلمنا عن الانبوت نورماليزيشن قبل كده، قلنا بنعمل نورمالايزنج للانبوتس عشان نعمل امبروفمنت للجريدينت ديسنت. فده شكل الجريدينت ديسنت لو ما كانش الانبوتس معمول لها نورماليزيشن، تمام، هتلاقيه بطيء لحد ما يوصل للجلوبال مينيمم. لكن لو حصل نورماليزيشن للانبوتس، ففي الحاله دي هتلاقي ان الجريدينت ديسنت بيوصل بسرعه للجلوبال مينيمم، تمام. طبعا القيم الجديده بتاعه الانبوتس عباره عن القيمه القديمه ناقص الميو على الستاندرد ديفيشن. دي خطوه الستاندرزيشن او النورماليزيشن، ستاندردايزيشن او نورماليزيشن، تمام. طب هنا بيقول لك ان normalizing the inputs of او to the network only affects the first hidden layer. طبعا الكلام ده هيأثر بس على اول hidden layer، لان انت بتعمل normalizing لل input vector بس، تمام. ففي الحالة دي احنا عايزين طريقة نعمل بيها normalizing لكل ال inputs اللي داخلة على كل ال hidden layers. ففي الحالة دي هنستخدم ال batch normalization. batch normalization او اختصارا ليها ال batch norm، تمام. انت بتعمل فيها normalization لل hidden layer inputs helps with exploding or vanishing gradient problems. طبعا ال exploding وال vanishing gradient problems دي لما يحصل ان ال gradient يبقى عالي جدا او ال gradient قليل جدا، تمام. طبعا هنا كان increase training stability and convergence rate، تمام. طبعا في الحالة دي هتلاقي عملية ال learning هتلاقيها أسرع وال convergence rate بيبقى أعلى، تمام. في الحالة دي هتخلص ال training مع عدد أقل من ال epochs، تمام. can be understood as additional or normalization layers with additional parameters. ممكن تعتبر انها additional layer بتضاف قبل ال hidden layer، قبل كل hidden layer. خطوة ايه؟ normalization. مثلا بيقول لك هنا لو عندك ال net input اللي داخل على node A1 of 2 اللي هي في ال hidden layer التانية، تمام. ده ال net input اللي داخل عليها، تمام. لو احنا اعتبرنا او خدنا في الاعتبار كل training examples في mini batch، ففي الحالة دي ال net inputs عبارة عن ممكن ارمز لها بالرمز ده Z1 of 2 واي، تمام، بحيث ان 2 ده الاندكس بتاع اللير وزي 1 بتاع اول نود في اللير دي، تمام. ففي الحاله دي الاي او الاندكس ده بيعبر عن الاندكس بتاع التريننج اكزامبل في الميني باتش من اول واحده لحد ان، بحيث ان ان ده عدد التريننج اكزامبلز في الميني باتش. ففي الحاله دي بحسب الميو، تمام، عباره عن واحد على ان، بحيث ان جي ده الاندكس بتاع النود، تمام، عباره عن واحد على ان في السمشن بتاع زي جي اوف اي، تمام، من اي بيساوي واحد لحد الان، تمام. ونفس الكلام الفاريانس اللي هو سيجما تربيع عباره عن واحد على ان في السمشن بتاع زي جي اوف اي ناقص ميو جي الكل تربيع، تمام. بعد كده بجيب الجذر بتاع الفاريانس عشان اجيب الستاندرد ديفيشن. في الحاله دي القيم الجديده او النت انبوت الجديده عباره عن نت انبوت القديم ناقص الميو على الستاندرد ديفيشن. بس هنا بقول لك ان براكتس يستحسن ما تقسمش مباشره على الستاندرد ديفيشن عشان ممكن يطلع الرقم ده بزيرو. فانت ممكن تقسم على جذر الفاريانس زائد ابسلون، تمام. جذر الفاريانس زائد ابسلون، الابسلون ده يبقى رقم صغير يعني مثلا زي مثلا 10 اس سالب 5، تمام. ففي الحاله دي انت بتستفاد القسمه على الزيرو، تمام. طبعا الكلام ده فور نوميريكال ستابيليتي. طبعا انا بقول لك الخطوه اللي فاتت دي كان اسمها خطوه النورماليزيشن بتاع النت انبوت. نورماليزيشن يعني في ناقص الميو على الستاندرد ديفيشن، تطرح الميو او تطرح الميو من النت انبوت الاصلي على، بعد كده تقسم على الستاندرد ديفيشن. بعد كده الخطوه اللي بعدها بري اكتيفيشن سكيلينج. من اسمها سكيلينج يعني في حاجه هتتضرب في النت انبوت اللي طلع من الخطوه دي اللي هو النورماليزد نت انبوت، هيتضرب في جاما، تمام، وهيتجمع عليها بيتا. جاما جي مضروبة في زي داش جي اوف اي زائد بيتا جي، تمام. وبيقول لك ان الجاما والبيتا في الحالة دي عبارة عن ليرنبل بارامترز، تمام. ليرنبل بارامترز يعني هتلاقيهم بيتعدلوا مع عملية التريننج، تمام، وبتحسب لهم الجريدينت اللي بيعمل ابديت عليه. يبقى انت عندك خطوتين، الزي داش عبارة عن زي النت انبوت ناقص الميو على جذر السيجما تربيع زائد الابسلون، والاي داش، اي داش في الحاله دي عباره عن الجاما مضروبه في زي داش وتجمع عليها البيتا، تمام. طبعا هنا بيقول لك ان الجاما دي كنترولز ذا سبريد اور سكيل،
تمام، بتعمل كنترول على السكيل اللي مضروب في النت انبوت ده، والبيتا دي كنترول زي مين، دي كأنها ليها علاقة بالمين، كأنها دي بتعوض الجزء اللي انت بتطرحه من النت انبوت، ودي كأنها بتعوض الجزء اللي انت بتقسم بيه على ستاندرد ديفيشن. تمام، طبعا هنا بيقول لك باتش نورم لاير كود ليرن تو بيرفورم ستاندرزيشن وذ زيرو مين اند يونت فارينس. طبعا انت الحاجات دي كلها عباره عن ليرنبل باراميترز. تمام، طبعا انا بقول لك الكلام ده باختصار ستيب 1 وستيب 2. ممكن تعتبر مثلا ده النت انبوت اللي كان هيدخل على اللي على الـ على النوت اللي هي A1 دي. تمام، فانت بتعمل الخطوه الاولانيه بتحسب الزي داش، طريقه اللي هي تعمل نورمالايزنج للنت انبوت، وبعد كده الخطوه اللي بعدها بتعمل البري اكتيفيشن سكيل، انك تضرب جاما في اللي طالع من المرحله دي، وبعد كده تجمع عليه البيتا. تمام، طبعا هنا بيقول لك ان البيتا دي ميك ذا بايز يونتس ريداندنت، يعني انت لو استخدمت البيتا دي ممكن تستغنى بيها عن البايز اللي بتضيفه على النت انبوت. تمام، ان دي عباره عن حاجه مضروبه في الزي داش، والزي داش دي عباره عن حاجه اللي عباره عن النت انبوت اللي اصلا مجموع فيه البايز. تمام، طيب بعد كده الكلام ده الاي داش هتخش على سيجما اللي هي الاكتيفيشن فانكشن عشان تطلع الاي اللي طالع من النود تي. تمام، فهنا بقول لك باتش نورم باراميترز، الفيكتورز بتاعه الباراميترز دي اللي هي الجاما والبيتا have the same number of elements as the bias vector، ليها نفس العدد بتاع البايز فيكتور، انت بتعمل بايز مع كل نود. تمام، بتعمل بايز مع كل نود، هنا نفس الكلام، انت بتعمل جاما تضربها في كل نت انبوت بتاع كل نود، ونفس الكلام بتضيف عليها بيتا بتاعت كل نت انبوت او بيتا مع كل النورماليز نت انبوت في كل نود. طبعا هنا بيقول لك الباتش نورماليزيشن في الباي تورش، ازاي بطبق الكلام ده في الباي تورش؟ هتلاقي التطبيق بسيط جدا، انك بتتعرف الجزء ده تورش دوت ان ان دوت باتش نورم 1D. 1D هنا عشان شغالين بس على 1 دايمنشن، يعني انت عملت فلاتن هنا للانبوت بتاعك، فانت شغال على 1 دايمنشن. هتلاقي بعد كده لما نيجي نخش في جزء الكونفوليوشنال نورال نتوركس هنستخدم باش نورم 2D. تمام، بعد كده بتحدد له عدد الهيدن لايرز. تمام، طبعا على اساسه هتحدد ايه عدد العناصر اللي موجودة في الفيكتورز بتاعت البارامترز. تمام، طبعا هنا استخدمناها بعد الاكتيفيشن. تمام، هنا استخدمناها معلش استخدمناها قبل الاكتيفيشن. تمام، هنا حددت الفولي كونكتد لير، بعد كده طبقت الباتش نورماليزيشن، بعد كده طبقت الاكتيفيشن، وده الكلام اللي احنا بنشرح فيه دلوقتي. احنا كنا بنطبق الخطوتين دول اللي هم الباتش نورماليزيشن، بنطبقهم قبل ايه، قبل ما تحسب الاكتيفيشن. تمام، بس في ممكن تستخدم كذا طريقة، والطرق كلها تقريبا بتطلع نفس الاوتبوت. هنا استخدمها قبل الاكتيفيشن، هنا استخدمها قبل الاكتيفيشن، استخدم الباتش نورم قبل الاكتيفيشن. تمام، مع من غير بايز، احنا قلنا البايز هنا حطها في فولس، معناها مش هستخدم بايز، قلنا عشان البيتا ممكن تعوض الجزء بتاع البايز، ممكن تحط البايز او ما تحطوش، مش هتلاقي اختلاف كتير في الاوتبوت بتاعك. تمام، هنا طبعا الديفولت بتاع ان ما تحطش البايز في الحاله دي، في اللينير دي الديفولت بتاعها انها بترو. تمام، فانت لو شلتها معناها بترو، فانت ممكن تستخدمها مع البايز، هنا حطها برضه بيفور الاكتيفيشن مع البايز. تمام، ويقارن بعد كده بالنتائج بتاعت كل طريقه من الطرق دي، بعد كده برضه استخدمها افتر الاكتيفيشن، يعني برضه عمل اكتيفيشن وبعد كده استخدم الباتش نورماليزيشن واستخدمها مع البايز. تمام، برضو نفس الكلام هنا before activation، وبرضو استخدمها مع drop out. تمام، استخدمها مع جزء drop out، يبقى عمل الباتش normalization، بعد كده الاكتيفيشن، بعد كده drop out. طبعا الدروب اوت ده لازم تبقى بعد ايه، بعد الاكتيفيشن، ده حاجه اساسيه، بس الباتش normalization ممكن تحصل قبل الاكتيفيشن او بعد الاكتيفيشن، مش هتختلف كتير، بس هو في البيبر الاساسيه بتاعت الباتش normalization هو كان بيستخدمها قبل الاكتيفيشن على طول. تمام، هنا نفس الكلام عملها after activation مع drop out، هتلاقي اختلاف بسيط ما بين الـ accuracy بتاعة المودلز دي كلها. تمام، مفيش اختلاف ايه كبير. طبعا هي بيقول لك خلي بالك من جزء المودل دوت ترين والمودل دوت ايفال، لازم تحددها. تمام، لازم تعمل set للجزء ده، تمام، عشان يعرف ان انت شغال في التريننج ولا شغال في الايفاليويشن. يعني هنا لما تيجي تنده على الفانكشن بتاعة الفورورد، تمام، ففي الحالة دي لازم تحدد ان الجزء اللي دخلت فيه ده ترين. تمام، وهنا بينده على الفورورد برضو في الجزء اللي هو بتاع
الجزء بتاع ايه، الجزء بتاع الايفالويشن، تمام. لما بيجي يحسب الاكيوريسي، ففي الحاله دي بينده على الفورورد برضو بعد كده ايه عشان يحسب الاكيوريسي، بس لازم تحدد اللي انت دخلت في التريننج وهنا دخلت في الايفالويشن. حتى مع الباتش نورماليزيشن، الباتش نورماليزيشن بيختلف على حسب انت شغال في التريننج ولا شغال في الايفالويشن. فالباتش نورماليزيشن اثناء البريدكشن هتلاقيها بتختلف عن الباتش نورماليزيشن اثناء التريننج. فاثناء انه البريدكشن طبعا، لان عندك في التريننج هيبقى عندك باتش او ميني باتش، تمام. فالميني باتش ده فيه كذا قيمه للانبوت بتاعك، تمام. لكن في حاله البريدكشن ممكن تبقى رايح تعمل بريدكشن على قيمه واحده بس، فانت ما عندكش الميو وما عندكش الستاندرد ديفيشن اللي انت بتحسبهم مع قيم موجوده في الميني باتش. ففي الحاله دي عندك طريقتين، يا اما الطريقه تستخدم حاجه اسمها الموفينج افريج، تمام، موفينج افريج للمين والفارينس، هتحسب مين وفارينس اثناء التريننج برضه، بتحسبه مع اثناء التريننج اللي اسمه راننج مين، تمام. وبرضه هتعمل راننج تحسب برضه الراننج فارينس، تمام. الراننج مين بيتحسب ازاي؟ مومنتم، مومنتم ده عباره عن رقم انت بتحطه زي مثلا 1 من 10، رقم صغير زي كده، تمام، يضرب في الراننج مين زائد 1 ناقص المومنتم، دي هتبقى مثلا زي 9 من 10، تمام. هتتضرب في السامبل مين، سامبل مين بتاع الميني باتش اللي قبله، تمام. يبقى ده الراننج مين اللي فات، تمام، مضروب في المومنتم اللي هي 1 من 10 زائد 9 من 10 مضروب في المين بتاع الباتش اللي فات. والراننج مين بتاع الخطوة اللي بعدها هيتحسب بنفس الطريقة، اللي هو الراننج مين اللي قبله، تمام، مضروب في المومنتم زائد 1 ناقص المومنتم مضروب في السامبل مين. بعد ما تخلص التريننج هتلاقي في عندك راننج مين ده في رقم معين، والراننج فارينس ده في رقم تاني، وتستخدمهم بعد كده في حالة لما تيجي تعمل باتش نورماليزيشن في البريدكشن، تمام. تبقى القيمة الانبوت بتاعك، تمام، قيمة الانبوت ناقص الميو على الفارينس اللي هو الزي ناقص الميو على الفارينس اللي انت حسبتهم، اللي هو الرانينج مين ده والرانينج فارينس، طبعا الرانينج جذر الرانينج فارينس زائد الابسون، تمام. او في طريقة تانية alternative، بدل ما تستخدم الطريقة دي تحسب الرانينج مين اثناء التريننج، ممكن تستخدم جلوبال تريننج سيت مين، حاجة جلوبال كده، جلوبال مين وجلوبال فارينس، تستخدمهم مباشرة مش محتاج تعملهم اثناء التريننج، تمام. ده جزء الباتش نورماليزيشن، تمام. شكرا وبالتوفيق.